تتواصل اشواطنا بالاثار والحماس في تحفة الميادين عذ ميدان دستور، احد فروع تحفة الميادين في المرموم في هذا المساء الجميل، والمهرجان الرمضاني الرائع على هذه الانطلاقات. ينطلق احد اشواطنا وهو الشوط السادس عشر الخاص بالابكار الفطامين. نسير مع مقدمة الشوط ونتابع هناك هذا الانطلاق وهذا التحدي الجميل. الناوية تسيطر على مقدمة الشوط، ناصر بن علي بن ناصر المري هناك على المركز الأول، ولكن التغيير مشاهدينا هناك التقدم في هذه اللحظة من الذيبة. الذيب محمد بن حمد بن سالم الدرعي غيرت إلى مقدمة الشوط وقادت المشاركات، وصلت في هذه اللحظات مشاهدي الأعزاء وتقدمت الناوية لناصر بن علي بن ناصر المري، ولكن الدخول في هذه اللحظات من الشاهينية حمد بن مسلم بالزفنة العامري على المركز الثالث في هذه اللحظات، بينما المركز الرابع شوف الوصول وشوف القدوم من نوادر خليفة بن حمد بن سبعين المحرمي، وصلت في هذه اللحظات، بينما المركز الخامس هناك تدخلت في هذه اللحظات. يا سلام، شوف هنا الانطلاق مشاهدي الأعزاء، يا سلام. برمجة وصلت برمجة في هذه اللحظات، سلطان بن غثي بن حميد الغفيلي، هذه النتيجة، ولكن شوف الدخول مشاهدينا الأعزاء في هذه اللحظات. يا سلام، مع نعود إلى مقدمة الشوط، نعود إلى المركز الأول، وهناك السيطرة مشاهدينا الأعزاء والتقدم في هذه اللحظات من قبل الشاهينية، مسيطرة على مقدمة الشوط، وحمد بن مسلم بالزفنة العامري تقود مسار هذا الشوط في هذه الانطلاق المسائية الجميلة. هناك المركز الثاني الشاهينية علي بن سالم بن عبيد الكعبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث شوف الوصول في هذه اللحظة من قبل غازية سيف بن يمعة بن خميس الغويص في هذا الوصول، ووصلت في هذه اللحظات مشاهدينا متابعين الكرام الشاهينية حميد بن عبد الله بن شطيط الوهيبي، هذه النتيجة. وهناك وصل بالسالومي كذلك في هذا الانطلاق، نعود مع المقدمة على الأمتار الأخيرة، الفوز والناموس مشاهدي الأعزاء. هناك نعود مع المركز الأول مع الانطلاق الأول، وهذه غازية، هذه غازية سيف بن جمعة بن خميس الغويص تعلن الفوز، تعلن، ولكن هناك التحدي، ولكن سيف بن جمعة الغويص تهانينا على فوز غازية بالمركز الأول، بينما وصلت في المركز الثاني الشاهينية علي بن سالم بن عبيد الكعبي على المركز الثاني، بينما المركز الثالث وصلت في ثالث المراكز اللي هي مشاهدي الأعزاء الناوية، أو هناك المركز الثالث الشاهينية لكردوس بن محمد بن سالم العامري، والمركز الرابع المركز الرابع مشاهدينا متابعينا الكرام الشاهينية لسالم بن مبارك، هناك اللي هي الخليفة بن حمد بن سبعين المحرمي اللي وصلت في المركز الرابع. هكذا الأربع المراكز في حالة وصولها إلى خط النهاية في هذا الانطلاق. نعود إلى التوقيت الزمني ونعود بالتهنية مشاهدينا الأعزاء لقازية الذي قدمت هذا الأداء الجميل، سيف بن يمعة بن خميس الغويص الذي قدم غازية في هذا الشوط، قطعت المسافة في فترة زمنية مقدارها 3 دقائق و2 ثانية جزء واحد من الثانية، تهانينا والناموس على هذا الفوز المستحق، بينما المركز الثاني الشاهينية لعلي بن سالم الكعبي قطعت المسافة في 3 دقائق و2 ثانية وجزئين من الثانية، تهانينا والناموس. هناك المركز الثالث، ناخذ المركز الثالث نشوف على شاشة التلفزيون، شكرا لمخرجنا مع التوقيت الزمني في هذه الأثار وهذا الحماس القوي، هذه اللي وصلت اللي هي الشاهينية كردوس بن محمد بن سالم بن كردوس العامري، قطعت المسافة 3 دقائق و4 ثواني بالوفاء والتمام، تهانينا والناموس لجميع الفائزين بالمراكز الأولى.